مشاهدينا أينما كنتم أهلا بكم. موقف هو الأول من نوعه لحزب الإصلاح، أكبر الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية، من المشاورات المتعثرة والمتلازمة بالفشل منذ انطلاقها. رئيس حزب الإصلاح حذر من تداعيات فشل المشاورات وفتح الباب أمام إيران، داعيا إلى تغير جوهري في سياسة الشرعية وكذلك التحالف. نناقش تداعيات فشل المشاورات التي لمح إليها رئيس الإصلاح وفحوى التغيير الذي دعا إليه في سياسة الشرعية والتحالف. سأكون معكم بعد قليل مع ضيفي الأستاذ نبيل البكيري، لكن بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير. بدأت تجليات الفشل الملازم لمشاورات الكويت تبرز في مواقف أكبر الأحزاب والقوى السياسية التي تشكل أهم روافد الشرعية. رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية والداعمة لعملية التحالف العربي في مواجهة النفوذ الإيراني في اليمن، حذر من أن فشل مشاورات الكويت قد يفتح الباب على مصراعيه لإيران وحلفائها في المنطقة، ويساعدها على أداء دورها المباشر والمؤثر باستخدام عدة أوراق. أوراق يقول رئيس حزب الإصلاح إن إيران تستغلها وتستثمرها مع فشل المحادثات، وتزيد من فرص استخدامها، كما يجري استخدام الحراك الانفصالي المسلح الذي أكد محمد اليدومي أن إيران أشرفت على تدريبه، فضلا عن تزايد انبعاث جماعات داعش والميليشيات الانقلابية. وفيما يتعلق بدور المجتمع الدولي وموقفه من مراوغة الانقلابيين، قال رئيس فريق المستشارين المرافق لوفد الشرعية نصر طه مصطفى إن المجتمع الدولي يعلم أن الحوثيين يستخدمون في مشاورات الكويت أرقى أساليب التكتيكات الإيرانية في التفاوض، وهذا ما جعل لدى وفد الانقلابيين الاستعداد الكامل لخوض جولة تفاوضية طويلة من دون مبالاة بالوضع الصعب الذي وصل إليه اليمنيون على كل الأصعدة الإنسانية والمعيشية والاجتماعية والخدمية. سياسة حذر من تداعياتها رئيس حزب الإصلاح والتي تهدف إيران من خلالها تعقيد المشهد واستنزاف دول التحالف وضرب عمقها الاجتماعي، في إشارة إلى سعيها لإشعال فتيل الاضطرابات الطائفية ليس في اليمن والعراق وحسب، وإنما في عمق مجتمعات الخليج العربي. وفي سياق مواجهة هذه الأخطار، وجه رئيس الإصلاح دعوة إلى تغيير جوهري في سياسة الشرعية والتحالف العربي، والتسريع في عملية الحسم لإضعاف الدور الإيراني ومواجهة مخاطر وتداعيات السياسة الإيرانية التي حرصت على إطالة أمد التفاوض دون إحراز أي تقدم يسمح بإيجاد آليات تطبيق قرار مجلس الأمن. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم من جديد. أرحب من جديد أيضا بضيفي الأستاذ نبيل البكيري، الباحث والمحلل السياسي، وأبدأ معه من تصريح رئيس حزب الإصلاح وهو أحد أكبر الأحزاب في اليمن، حول يعني تحذيره من فشل المشاورات في الكويت. ما دلالة خروجه بهذا التصريح في هذه المرحلة؟ باعتقادي مسألة فشل المباحثات هي ولدت فاشلة من أساسها، ولدت ميتة، لم يعد لها أي معنى اليوم هذه المشاورات، بقدر ما هي الشيء الذي فيها الأكثر خطورة اليوم أنها مشت وفق أجندة الانقلابيين تماما. تطويل أمد هذه المواجهة أو هذه المشاورات على أساس أيضا أن يكون هناك في الميدان طول أمد أو شراء مزيد من الوقت، تحييد إلى حد كبير مسألة طيران التحالف، البحث باستماتة عن مسألة إيجاد حكومة شرعية. أنا باعتقادي هذين النقطتين المركزيتين، مسألة تحييد طيران التحالف، تشكيل حكومة مركزية، والشيء الثالث هو مسألة طول أمد هذه المشاورات. كل هذا أنا باعتقادي ما استطاع إلى حد الآن باستثناء مسألة تشكيل حكومة، استطاع الانقلابيون أن يلعبوا على هذا الوتر. خروج زعيم الإصلاح، رئيس الإصلاح والهيئة العليا للإصلاح، ليحدث عن يعني هي دلالة واضحة عن فشل هذه المباحثات، وإن جاء هذا التصريح أو هذا الحديث متأخر، لأنه يشيء أيضا بأهمية تحرك القوى الوطنية والقوى السياسية بنزع آخر ما يمكن من أغطية وأرضية يتتلحف بها الإنقلابيون من قبل الضغط الدولي الموجود على مسألة استمرار هذه المفاوضات الفاشلة.
أنا باعتقادي أنه بات من الأهمية بمكان اليوم الحديث عن فشل هذه المباحثات، وعن عدم أيضا إعطاء مزيد من الوقت لهؤلاء الانقلابيون ولطول أمد هذه المباحثات التي لن تؤدي سوى إلى دوامة ستكون كوارثها ميدانيا خطيرة وشديدة على مسار المقاومة الوطنية وإسقاط الانقلاب. لكن دعنا نبقى في النقطة التي تحدثت بأن الحوثيين استفادوا من إطالة أمد، لكن في المقابل أيضا السخط الشعبي زاد، اليمنيون عرفوا الحوثيون على طبيعتهم، الاقتصاد الوطني تعرض الثلاثة الأيام الأخيرة لانهيارات كبيرة، أصبح سعر الدولار ب 310، يعني هذه أيضا أنا باعتقادي فيما يتعلق بمسألة أنه اليمنيون عرفوا معنى هذه الانقلاب الميليشيات وكيف تفكر، أنا باعتقادي هذا أصبح من البديهيات في حياة اليمنيين، نحن لسنا في تجربة أولية مع هذا الانقلاب، نحن الآن ربما تاريخيا في القرن الثاني عشر بعد الهجري أو القرن الثاني عشر ترتيبا، في خبرة طويلة ومتراكمة مع تعامل مع هذه الذهنية ومع هذه الفكرة الخرافية، وأصبحنا يعني نفهم كثيرا تفاصيل الديناميكية هذا العمل وسلوكية هذه الميليشيات، لكن الذي ما لم نستفد منه طويلا أو لم نستفد منه جيدا هو أنه لازلنا نكرر نفس الأخطاء التي نكررها في كل مرة. نحن نتحدث على امتداد سنتين أو عامين تقريبا منذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني حتى هذه اللحظة، أكثر من 75 اتفاقية ووقف إطلاق النار وهدنة تم التوقيع عليها، كانت يعني لا يتم الالتزام بها قبل أن يقف حبر ما يكتب مداد ما يكتب به هذا الاتفاق وهذه الهدنة بين الدولة وبين القبائل بين مختلف الأطراف التي كانت تقاتل هذه الميليشيات. وبالتالي نأتي اليوم وبغطاء شرعية دولية وبضغط إقليمي واعتراف إقليمي أيضا بالجلوس مع ميليشيات انقلابية متمردة، أنا باعتقادي هذا خطأ استراتيجي كبير في مسار القضية الوطنية المتمثلة باستعادة النظام والدولة والنظام والقانون وإسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية، أن نأتي ونكرر نفس الخطأ هذا الذي لم يعد مقبولا، ولا حتى الإنسان البسيط المواطن العادي البسيط تجاوز عقدة البحث عن حقيقة ما يجري وأصبح يفهم أكثر من النخبة السياسية التي تدير المشهد اليوم. نعم، إذن دعني أنتقل إلى الباحث فيصل علي. فيصل، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نعم فيصل، ما أهمية هذا الموقف أن يخرج رئيس حزب الإصلاح ويتحدث بصراحة أن يطالب دول التحالف باتخاذ موقف متقدم يعني لتحطيم وتهشيم المشروع الإيراني في المنطقة، يعني ما دلالة هذا التصريح وهل سيلقى استجابة من الأطراف الدولية؟ دعني أحييك وأحيي زميلي نبيل البقيري عندك في الاستوديو والمشاهدين الكرام. هذا التصريح كما قال الأخ نبيل جاء متأخرا إلى حد ما، كانت هناك اتهامات حزب الإصلاح كما تصفونه واحد من أكبر الأحزاب اليمنية من قبل بعض هو التحالف انه لم يشارك في عمليات المقاومه، لم يدعم، لم يساند، وكان هذا وكانت هذه مجرد اتهامات كثير من قطاعات المقاومه. فيصل، هناك إشكالية بالصوت، كان في البداية جيدا ومن ثم تغير الصوت إلى أصبح رديئا. نعم، إذن سنعود إليك عند انتهاء الخلل الفني. أستاذ نبيل، ألاحظ اليوم صحفيين وسياسيين محسوبين على المؤتمر الشعبي العام بدأوا يلعنون الأيام التي وقفوا فيها مع عبد الملك الحوثي، يعني هل نحن أمام ربما تحالفات جديدة، يعني انفصال بين علي عبد الله صالح والحوثيين، أم كيف تقرأ؟ ما هناك أيضا في الكويت أعتقد إشكالية بين وفد المؤتمر ووفد الحوثيين. باعتقادنا هذا الصوت الذي خرج من قبل بعض المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام، أنا باعتقادي الكارثة أنه هذه الأطراف كانت تدرك أنها ستصل لهذه المرحلة، يعني ما فيش يمني حزبي أو غير حزبي مستقل أو غير مستقل يمتلك مثقال ذرة من الوعي السياسي البسيط المجرد
كان يمتلك مثقال ذرة من الود تجاه هذه الميليشيات الانقلابية. الميليشيات الانقلابية هي امتداد تاريخي وجذري ومعنوي لفكرة الإمامة الزيدية، وسواء أتت تحت رداء حزبي أو منظمة مجتمع مدني أو مذهب أو أي ما شئت، نحن أمام كارثة وأمام إشكالية وفكرة خرافية سلالية نعيش صراع طويل المدى معها، وبالتالي أن تتكيف وتأتي بأي شكل من الأشكال التي أتت به. وهناك يمني يرحب بمثل هذا، أنا أعتقد هذا في خلل في ذهنية وفي سلوك وفي تفكير هذا الشخص. ما حصل فيه بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، كان يدرك المؤتمريون جيدا أنهم سيقعون في هذا الفخ. لا، هم ولكن كانوا يعتقدون أنهم سيستخدمون الحوثي ورقوا من ثم يتخلصون. يا سيدي، مشروع علي عبد الله صالح التوريثي الجمهوري اللي اشتغل عليه على امتداد 35 أو 30 أو 33 سنة، هذا لا يساوي شيء أمام فكرة تمتد إلى أكثر من 1200 سنة. يعني بل إنه الذي لم يدركه البعض إنه علي عبد الله صالح طوال فترة حكمه للجمهورية اليمنية، الجمهورية العربية اليمنية، الجمهورية اليمنية تاليا، لم يكن سوى عكفي وبيدق من بيادق الهاشمية السياسية التي كانت تتوغل في كل أجهزات الدولة ومؤسساتها، واستطاعت أن توجد أن تدير دفة الحكم والسياسة في المجتمع اليمني تحت راية وبزت علي عبد الله صالح وغفلته وحمقه، واستطاعت أن تدير كل ضباط الأمن السياسي، الأمن القومي، المسؤولين الكبار الذين كانوا يديرون عجلة السياسة في المجتمع أيضا كانوا ينتمون إلى هذه السلالة، إلى تنظيم سري كان يشتغل ومن أجل الوصول إلى هذه اللحظة. وبالتالي أنا باعتقادي أنه علي عبد الله صالح وحاشيته وفكرته وسلوكه لم تكن سوى سوءة من سوءات الإمامية أو الهاشمية السياسية التي حكمت ما بعد مصالحة عام 1970. هم حكمونا، ولكن حكمونا تحت رداء وبزت علي عبد الله صالح. هذه الحقيقة التي لا يجب أن تقال. إذن دعني أعود إلى الباحث فيصل علي. فيصل، يعني من خلال خطاب رئيس حزب الإصلاح وجدنا أنه أكد على صلة الحوثيين واتصالهم المباشر مع إيران. ما دلالة تأكيده في تصريحه الأخير على الدور الإيراني القوي وتواصلهم مع الإيرانيين واعتبارهم الإيرانيين كمستشارين عسكريين وسياسيين لهم؟ نعم، أعود وأطرح نفس السؤال على ضيفي أستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، لاحظنا أن محمد اليدومي رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو أكبر الأحزاب المؤيدة للشرعية في اليمن أكد على أن الحوثيين يعتبرون الإيرانيين مستشارين لهم، وكل القرارات التي تتخذ لا تمر إلا بعد موافقة الإيرانيين. كلنا نعرف ذلك، لكن ما سر يعني حرص رئيس حزب الإصلاح على ذكر يعني العلاقة القوية بين الإيرانيين والحوثيين في اليمن؟ موقف الإصلاح ليس جديدا، هو هذا الموقف الثابت والدائم، وباعتقادي هو الموقف الوحيد الذي ظل ثابتا على امتداد الأزمة من 2011 إلى هذه المرحلة ومنذ أحداث دماج إلى اليوم. هو الموقف الثابت الذي كان حريصا دائما على حماية مؤسسات الدولة، على عدم تسخير مؤسسات الدولة لطرف من الأطراف، على عدم ملشنة الجيش، على عدم انجرار اليمن واليمنيين إلى حروب مذهبية أو طائفية أو ما شابه. لكن بالأخير الإصلاح الذي ظل ثابتا على امتداد هذه الفترة في موقف سياسي واضح يهيب بسرعة أو بوجود الدولة ومؤسساتها ووجود هذه المؤسسات كضامنة وكقاسم مشترك بين كل اليمنيين، اليوم من موقع المسؤولية ينطلق في حديثه عن هذه الإشكالية الكامنة، وخاصة بعد الخلل الكبير. وأنا باعتقادي أنه تصريح الأستاذ اليدومي اليوم أو الأمس على صفحته تأخر طويلا وكثيرا منذ سقوط صنعاء وسقوط الدولة والنظام والقانون في 21 سبتمبر أيلول 2014. نعم، إذن هذا التصريح الذي تأخر طويلا أنا باعتقادي اليوم هو استدراك لأنه هناك فشل كبير، فشل بنيوي في أداء الحكومة وآلياتها وهياكلها التي كان مفترض أن تتواكب بعمل
وآلية جديدة ونموذج جديد للعمل خلال هذه المرحلة. نعم، إذن أعود إلى فيصل. فيصل، رئيس حزب الإصلاح تطرق إلى أن الفكرة الإيرانية والمشروع الإيراني في المنطقة يعتمد في التفاوض على إطالة الوقت في المشاورات وتضييع الوقت في المشاورات. يعني ما هو الغرض من إيران بخصوص مفاوضات اليمن؟ ما الذي تريده إيران من إطالة المفاوضات في الكويت؟ إطالة المفاوضات في الكويت يعطي الجانب الانقلابي المدعوم من إيران المزيد من الوقت لترتيب وضعه في الميدان، في تعز، في صنعاء، في الحدود مع مأرب، مع يعني في مختلف الجبهات القتالية، يعيدون توزيع تشكيلاتهم القتالية في الميدان، خاصة بعد توقف الطيران عن استهداف الأرتال العسكرية المتحركة والسلاح الثقيل الذي ما زال يتحرك بين في المدن اليمنية. يعتمد الإيرانيون على إطالة المفاوضات حتى يتمكنوا من تمرير مشاريعهم كما فعلوا مع البرنامج المشروع النووي الإيراني. طالت المفاوضات، تعذب شعبهم، لم يكونوا يعانون، الدولة والسلطة لم تكن تنظر إلى معاناة شعبها هناك داخل إيران. الانهيارات الاقتصادية التي تراكمت لم تكن تعني لآيات الله شيئا. أيضا هم يطبقون هذه القاعدة على اليمن، لا يهمهم معاناة الشعب اليمني، ولا تصدقون مطالبتهم بالسلام أو مطالبة المنظمات التابعة لهم، عودوا بالسلام ولا تعودوا إلا بالسلام. كل تلك الشعارات فارغة، يريدون التقدم في الميدان. لن يصطلحوا مع المملكة العربية السعودية، ولن يتفقوا مع دول التحالف، ولن تخرج مشاورات الكويت بأي شيء غير بالاستعداد لحرب جديدة. تصريح الأستاذ اليدومي يقول هذا الكلام بالمجمل، ولا بد من الحسم مع الإيرانيين في اليمن، لأن المعركة ربما تنتقل من هذه الضفة، من الجزيرة العربية، من الحدود اليمنية السعودية، إلى الضفة الأخرى من سواحل الخليج العربي. الأستاذ اليدومي كان واضحا في طرحه. ربما نعم فيصل، ربما كان يقصد نعم. الجميع يعرف بأن إيران ترى بأن الخليج خصمها الأول، وأن زرع المشاكل في دول الخليج هو مشروعها الأول، يعني ليس لديها سوى هذا المشروع وهذه المهمة. المشاكل في الوطن العربي خاصة في الخليج والدول المجاورة لدول الخليج. هل بإمكان الإيرانيين والحوثيين أن يضحكوا علينا كثيرا وأن يطيلوا المشاورات من أجل تحقيق يعني أهداف خاصة بهم، أن يضحكوا يعني والحوار يجري في الكويت؟ يستطيعون أن يتلاعبون بنا، لأن لديهم مشروع واضح. لا يوجد في المنطقة العربية، في الجزيرة العربية، لدى دول التحالف لا يوجد مشروع واضح. كل ما لدينا هو ردة فعل على ما فعله الإيرانيين بإسقاط صنعاء وإسقاط بعض العواصم العربية. لم يأتي رد الفعل عليها، الرد على إسقاط صنعاء والجبهة الجنوبية للمملكة، وإقامة حزب شبيه بحزب الله يستهدف النظام السعودي أو نظام المملكة العربية السعودية بالدرجة المباشرة. يستطيعون الضحك علينا لأن دول التحالف لا تملك قيادة موحدة، لا تملك مشروعا واحدا. ما تفعله الإمارات في الساحة اليمنية يخدم الشارع، يخدم المشروع الإيراني بالتحديد. ما يفعلونه في الجنوب يخدم الانقلابيين في اليمن. ما يفعلونه في حضرموت، في عدن، لا يخدم التحالف ولا يخدم الأمن القومي العربي. الإيرانيون كلمتهم واحدة، أنصارهم في اليمن من الحوثيين وعلي عبد الله صالح أيضا ينفذون الأجندات بحذافيرها. نعم فيصل، إذن دعنا الآن نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة من حديث المساء.